في قرارات تحكيمية كثيرة في مباراة التضامن والسالمية بنشوفها مع بعض مع السادة المشاهدين بشكل سريع. أتمنى يا أخوان تعلقون عليها لأن ما عندي وقت. هي تقريبا 8 أو 9 قرارات تحكيمية. نبدأ مع القرار الأول وأتمنى ما نطول وايد. هذا الهدف الملغي للتضامن شفتوه بالتلفزيون صح يا شباب؟ السالمية عفوا للسالمية شفتوه ولا أبو بدر؟ أوفسايد. أوفسايد نعم. ويوسف عيد هيدا خلي يرجع لهذا بعيدة بعيدة هو بعيدة بعيدة هو الخلل بالثانية مو الأولى ترى بعيدة شوف هذه متسلل متى ما طلعت الكرة لا هذه الثانية احتمال فيها لا بس شو تقولون أنتوا عن هذه بعدين شوف شوف الإعادة شوف لا هي أنا أكلمك عن اللعبة شوف هذه واحدة شوف 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 الخلاف مو هني الخلاف مو هني الخلاف الحين هذا شوف هل عدي هل عدي متسلل شوف للحين ما رفع لا لا تكلم هذا اللي حط الكرة الأوفسايد الخلاف هل عدي متسلل مو هذه هو رفع هو رفع الراية على عدي واضح اسمع 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 هل عدي تسلل شوف خلنا أقول لك أول بداية الرفعة اللي حط الجول ما رفع الراية لا 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 اللي حط اللي حط الجول متسلل لا خالف تبي حدثك أنا ولا لا تفضل الكرة ما راحت حق اللي متسلل ايه؟ راحت حق اللاعب الثاني اللي مو متسلل اللي عطاه ادفانتج ايه؟ الحكم ايه؟ لما رد حق اللاعب اللي كان متسلل استفاد من وقوفه الحين القرار سليم لا اوفسايد ليش اوفسايد نعم ليش قصدك على اول حاله ولا الثانيه الثانيه الحين مو عطى باص يعني عدي قصدك على عدي عدي متسلل ايه؟ اوكي بو يوسف اوفسايد ابو محمد انا اشوف عدي متسلل ها عدي متسلل متسلل عدي اللي اعطيته عدي عدي اوفسايد يعني تأيدون القرار سليم نعم. في هذه اللقطه بنروح اللقطه اللي وراها هنا طبعا كانت في مطالبات بان الكره ما فيها شيء لا فيها لا فيها لا هذه واضحه لا 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 شنو فيها لا يا فيها شوف لا شوف الاعاده ابو بدر يقول ما فيها شيء انا ما بقول تقول فيها شيء اتمنى تطل توقف الكره اول ما تطلع على الجنب شوفه 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 اوفسايد لا 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 اول ما تطلع ارجع تكفون شو اول ما اطلع من كره من لاعب بس طلعت الحين طلعت لا بس هذه تسلل هذه اوفسايد نعم شوف نص جسمه نعم نعم اوفسايد اوكي كلكم تقولون اوفسايد وبعدين شوف اللايمن موقفه ممتاز ممتاز هذه الكرة اللي اعتقد محمد جسار قال انه متسلل لا اوفسايد طيب الكرة صعبة ترى هذا هني انذار الاول على سمان عبد الغفور احمد عبد الغفور مستحق الحكم طبعا عبد الله الجمالي اعزائي المشاهدين لا مستحق كرت اصفر شنو مستحق نعم ابو يوسف مستحق مستحق ابو محمد مستحق اوكي بنروح حق اللقطة اللي وراها يا اخوان هذا قرار تحكيمي ثالث فاول هني طبعا يطالبون ب فاول ركله جزاء يعني فاول على عجب بالبدايه فاول على عجب نعم الحين شوفه 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 فاول على عجب فاول مبارك نعم فاول على عجب فهد اكيد بيقول فاول على عجب اللي وراها يا اخوان اشوفها شلون يعني الحين 4 قرارات تحكيميه سليمه هذه اللي ما حسب كان عنده كرت اصفر كان عنده انذار اي هذا ما اعطاه انذار هني لا انذار هذا طرد حتى فاول ما حطها ها حتى فاول ما حطها وما حطها فاول اوكي ابو محمد انذار ثاني هو عنده انذار يعني فاول وحطها نعم نعم فاول وطرد اوكي نروح اللي وراها هذا اللي عليها الخلاف هذه ايضا فيها دخول قوي من احمد عبد الغفور الحكم ايضا ما الحين تبين واضحه شوفه اوه لا هذا المفروض تقول على المخفر تقول انذار يعني انذار ثاني اي ابو يوسف ابو اي انذار ثاني وطرد انذار ثاني وطرد اوكي روح اللي وراها طالع على ريله هذه حطها انذار هني اعتقد اي نعم هذا الانذار الاول كان هذا ما فيها شيء ما فيها شيء سلايت على الكرة أبو بدر والله يعني سلايت على الكرة صح أبو محمد ما أشوف فيها شيء ما ترى فيه. ترى هالقرارات سهلة على الحكم المفروض لأن شفت اتجاه الكرة يساعد الحكم على أنه يتخذ قرار صحيح اللاعب اللي تعور مثل لأن هني الانذار الأول وراها أخذ انذار ثاني ترى عشان كذي احنا حطينا هاللقطة اللي خذ فيها الانذار الأول هني طبعا خذ الانذار الثاني فهد الرشيدي بس ليه تأخر الحكم عزيز أيه. أنا لاحظت هالشيء
يمكن شاف شوف 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 الارقام شوف شوف اوه هذا الاسم شوف شوف هذا غلط دفاع ها لا لا بس شوف وين حط ايده شفت وين حط ايده لا اول هذا شوف وين حط ايده اول لاعبنا شوف الحين قاعد يطالع الارقام ايه ترى تردد ترى شفت اول شيء وين حط ايده اول شيء بعد الحمر على طول اول الحمر بيعطيه لا لا اعطاه انذار بعدين حط ايده ورا على بيطلع احمر بعدين قال خلي اتاكد خلي اتاكد اتوقع يستحق كرت اصفر ثاني نعم يستحق يستحق بس الكرت الاولي ما يستحقه اوكي طيب في هذه اخر لقطه في هذه المباراه بنروح حق قبل لا تروح قبل في لقطه للختام هذه اللقطه الاخيره اي نعم تسلل يعني لا ما فيها شيء ليش حاطينها يعني ان فيها شك انه في لا لا شوف الحين بالجنب ما فيها شيء زين في لقطه بس عزيز بعد ذاك اليوم تذكر موضوع عدي والحكم ايه. اليوم انا اشوف الحكم عبد الله جمالي اول ما صفر طلع بعدين رجع ايه. عشان يوقف نص ملعب يسلمون على اللاعبين فالظاهر بعد ذاك اليوم اثارته احنا راح نشوف راح نحط اللقطتين ان شاء الله بعد شويه